والله بتشتغل ايه؟ جرى ايه يا باشا؟ انت نسيت ولا ايه؟ انا المشرف بتاعك ودراعك اليمين في الشغل. ولما دراعي اليمين ده بقى يخوني تفتكر اعمل فيه ايه؟ انا لا يمكن اخونك يا باشا. امال دي ايه؟ ايه دي؟ بطل استعباط يالا. مبروم على مبروم ما يلفش. يا باشا انا مش فاهم حاجه. لا انت فاهم كويس قوي بس بتستهبل. حرام عليك يا ست سماح. حرمت عليك عيشتك يا بعيد. صدق اللي قال ان الناس معادن واللي طول عمره نحاس مهما لمع عمره ما هيبقى ذهب. الكلام ده ليه انا؟ امال ليه انا ارحمك؟ طب ليه الغلط بس يا باشا؟ ده اقل واجب مع واحد غدار زيك. بتستعماني يالا؟ بتستعماني؟ اكل لك ظهر واول ما اديك ضهر تديني على قفايا؟ معاش ولا كان اللي يديك على قفاك يا معلم. لا عاش واداني وبصامت كمان. بس انا بقى اللي اديني على قفايا قطع له ايده. ما تصدقش العالم دي يا معلم، دي ناس عايزه توقع ما بيننا. ما تستاهلش حد يوقع بيننا ويحط لك بضاعه بالمبلغ ده. عارف ليه؟ لانك رخيص يالا. الله يسامحك يا معلم، انا حذرتك قبل كده بس مفيش فايده. وانا الصاب اللي خسها معايا مش هيلاقي غير بوز جزمتي في وشه. يعني ايه؟ يعني تمشي يالا من هنا ما اشوفش وشك تاني. قول يلا اطلع بره بره. بالسهل كده يا معلم؟ يعني تاخدها من قصيرها وتورينا عرض كتافك بدل ما نبلغ عندك ونخليهم يحطوا الحديد في ايديك. يعني مفيش فايده؟ عايز تبيعني واشتريك ليه؟ فاكرني اهبل؟ ده انت جعير يالا ومالكش امان. طب انا ليا فلوس، انا عايز حسابي عشان امشي. حساب؟ الحساب يوم الحساب يا عصفور. يعني ايه؟ يعني مالكش حاجه هنا بقى كده. ده انت بيجي حاول، ده بدل ما تبوس ايد ووش وظهر انه سايبك تمشي كده من غير مشاكل. طب انا عايز البضاعه. يعني بتاعتك ايه؟ بتاعتي وتلزمني. البضاعه اتصدرت يا رحمك. انت عارف بقى الصنف الحلو اللي انت مخبيه ده؟ شيح حلو من دول والواحد بيتنشى عليه والله. ابوس ايدك يا معلم، ابوس ايدك كده هيموتوني. ما هو ده المطلوب. عاوزهم يذبحوني يا معلم؟ انت ونصيبك بقى، ما هو ده جزاء اللي يخون الامانه. طب اديني تمنها. ولا نكله. ابوس ايدك يا معلم، ابوس ايدك كده هيموتوني. ما تموت ولا تروح في 60 داهيه. دي سكة حرام وانت اللي اخترت تمشي فيها. وزي ما ممكن تزهزه معاك وتعيشك ممكن كمان تجيب اجلك وتموتك. انت كده اللي بتحكم عليا بالموت يا معلم. انت اللي حكمت على نفسك يوم ما فكرت انك تلعب بديلك وتستغفلني يا رجب. طب والله العظيم والله العظيم اخر مره وما عامل كده تاني. يلا عد بره يلا بره، مش هشوف وشك هنا تاني. بلاش خوت الدماغ، هيعرف اشرب لي حجر كده على رواقه؟ ده متمون بصنف معتبر. بس انا مش هسكت، مش هسكت، مش هسكت يا مختار. مختار يا أهلا بخيرك الكام ولا؟ بس اوعى تقع من عليه. تو على دي اشكال وسخه. ايه ده بس يا حبيبي، الحمد لله انه كشف لك قبل ما يورطك معاه. كتر خيرك يا سماح، كتر خيرك، انت اللي كشفتيه. ربنا عالم من غيرك كان حصل ايه. انا كلي فداك يا سي مختار. بعد الشر عليك يا ست البنات من كل راضي. طب انا هروح اعمل لك كوبايه ليمون تروق دمك. اذا كان كده ماشي. على الاخلاق يبقى معاه صنف زي ده وما يقوليش. يستاهل بقى اللي يجراله. الف الف سلامه عليك يا سعد بيه. واضح ان حضرتك تعب صدرك بالسيجار اللي بتشربه ده. لا لا لا، ده انا بنفق بس. اصل السيجار ده لزوم الديكور. بس انا ساعات بسرح كده وباخده على صدري زي ما حصل دلوقتي. في الحقيقة عاوز أحييك على ذكائك وبعد نظرك يا سعد بيه. ده شغلي، شغلي اللي بحبه ما ينفعش أفشل فيه. واحد غير سعادتك كان زمانه سلم وباع الأسهم من زمان. ده لو كان غشيم. حضرتك ولا مؤاخذة يعني طلعت لئيم. لئيم؟ أصل الخمسة مليون جنيه اللي صرفناهم على تجديدات المصنع بدأت تبان نتيجتهم وكل المؤشرات بتأكد إننا هننجح إن شاء الله. طبعًا هننجح. طالما بنستخدم ذكائنا وبنفكر وبنخطط واحنا ماشيين على ارض صلبه يبقى لازم ننجح. في الحقيقه هي مش صلبه قوي يا فندم. قصدك ايه؟ اصل السيوله اللي معانا ابتدت تخلص ولو ما ضخيناش سيوله تانية ممكن المشروع كله يبوظ وخطه الاصلاح تفشل. لا ما تقلقش، انا النهارده قبل ما اجي الشركه عديت على البنك وفتحت لكم اعتماد ب 3 مليون جنيه.
احبك يا سعد بيه وانت جاهز كده او كده الواحد يتفائل بالمستقبل. وامتى يا فندم هنستلم الاتنين مليون الباقيين؟ لا انسى خلاص، دول اخر فلوس هسلمها لكم. ازاي يا فندم؟ ما احنا متفقين على 5 مليون. وانا بطبعهم؟ دي فلوس يعني بتيجي بتضلين. الله، ده انا سالفهم وكاتب على نفسي شيكات عشان اعرف اجيبهم لكم في الوقت الضيق ده. انا مع سعادتك انها مبالغ كبيره جدا، ومش اي حد يقدر يجمع المبالغ دي في الوقت الصغير ده، لكن كده خطه الاصلاح ممكن تتعطل. لا ما تقلقش، مفيش حاجه هتتعطل. ازاي بس يا فندم واحنا عندنا عجز في السيوله 2 مليون جنيه؟ لا، ما انا النهارده كلمت الناس في البنك، اتفقت معاهم انهم هيدوني قرض بضمان المشروع عشان نعرف نسد العجز اللي عندنا. اهو ده الكلام. اه بس خدوا بالكم، دي فلوس بالفايز، يعني لازم نسدد في مواعيد، والا الفوائد بتاعتها هتنحل وبر. يعني احنا لازم نشتغل بايدينا واسناننا عشان نعرف نسد اللي علينا، والا كده هخسر كل حاجه وساعتها مش هيكفيني فيكم الاكل. اطمن سعد بيه، احنا رجالتك وعمرنا ما هنعرضك للخساره ابدا. وبعدين سعادتك البص الكبير، وكل اللي هتقول عليه هننفذه بالحرف الواحد. ايوه كده، يعني تربطوا الحمار مطرح ما يقول صاحبه، والا هتغاب عليكم. خد يا نور يا حبيبتي، دول 1000 جنيه نصيبك من المدبغه والمحل. 1000 جنيه؟ ايوه بالتمام والكمال. ايوه بس ده اقل كده من الشهر اللي فات. نعمه بتقول البيع الشهر ده مش قد كده، عشان كده المبلغ ايه خاسس شويه. عموما يا بنتي بركه الحلال احسن من اي حاجه في الدنيا. ونعمه بالله. خد يا حبيبتي دول ال1000 جنيه بتوع كل شهر اللي انا وعدتك بيهم، شلتهم لك على جنب. لا يا ماما كفايه عليا، اديتيني الشهر اللي فات. وبعدين معاكي بقى، ده رزق ورزق ابنك ما تقطعيهوش. وبعدين يا حبيبتي انت عندك مصاريف كتير، ودلوقتي انت بقيتي اب وام بالنسبه له. يا ماما بس. ما بسش ولا حاجه، هو انت كل مره هتقعدي تبسبسيلي؟ خدي خدي يا شيخ بلا كلام فارغ. يلا. شاكره قوي يا ماما، بس انا لازم اشوف لي حل. مش معقول هفضل عايشه كده انا وابني على عليكي. ايه الكلام الفاضي اللي بتقوليه ده؟ عيب عليكي يا بنتي. مش دي الحقيقه؟ يا حبيبتي دي فلوسك في تجاره ابوكي، ده ورثك. ايوه بس انا لازم اشتغل يا ماما، ياسين بيكبر واحتياجاته بتكتر. خلاص يا حبيبتي سيبيلي انت ياسين هنا معايا، وانزلي انت مع نعمه في المحل وخدي مرتب. هي نعمه قبضت نصيبها؟ على داير مليم، حتى الاداره كمان خدت عليها مرتب. اما بقى باقي المبلغ هشيله على جنب لاخواتك زي كل شهر. انا مش فاهمه بس الملاليم اللي انت عماله تحوشيها لهم دي هتفيدهم بايه؟ دول معاهم ملايين يا امي. بركه الحلال القليل ابرك بكتير من الحرام ولو كتير. وبعدين يا حبيبتي ما تضمنيش اللي جاي شكله ايه، هشيلهم للزمن محدش عارف. ولا رايك حد كان يتخيل بعد العز ده كله تحسبها بالمليم كده؟ معلش يا بنتي، الحمد لله ان شاء الله بكره الايراد يزيد. ادعي انت بس وقولي يا رب. يا رب. ايه يا هدى قلقتيني في التليفون، ماله عمر؟ حرارته 40 ومش راضيه تنزل. اديله خافض الحراره؟ عملت كل حاجه ومفيش فايده.